صباح النور جميعا. يعجبني التلميذ والطالب حينما تكون اهتماماته فكرية وأدبية، بحيث أنه يدرس الأدب ويدرس الكثير من الروايات ويدرس ويناقش الكثير حتى يستفيد في الجانب المعرفي، وحتى يجد منافسة ويجد الجديد، وحتى لا يبقى هكذا يعني ثابتا ثبوتا، لا يعني أنه تغير، لا يعني أنه استفاد شيئا ما من حياته المدرسية، أو أنه وجد آفاقا أخرى، أو أنه تغير في المحتوى الذي قدم له، أو أنه تغير في هذا الزاد المعرفي، وأنه أصبح يناقش آخرين وينافسهم، وأنه لديه العديد من الإمكانات الفكرية والثقافية والعلمية التي تتيح له أن يجد قدما مع الآخرين، أو أن ينافسهم، أو أن يتحدث معهم، أو أن يدلي بدلوه في هذا العالم الكبير الطويل العريض الذي فيه الكثير من الدراسات الأدبية. وحينما ندخل يعني جوجل مثلا نجد كثير من الدراسات والأبحاث في مجال المعرفة، في مجال النقد، في مجال الأدبي، في الأدب القديم، الأدب الحديث، الأدب الوسيط، في هناك مجالات كثيرة في البنيوية، في كيف نحلل نصا، كيف نناقش كاتبا، كيف نناقش مبدعا، كيف نتحدث مع كاتب أو مثقف ونناقشه ونجد معه نجد إمكانية أن نناقشه وأن نظهر ما تمكننا منه من معرفة ومن ثقافة. إذن لدي اهتمامات أدبية، اهتمامات فكرية في مجال الأدب، في مجال الرواية، في مجال الثقافة، في مجال أن تبحث بحثا عميقا في الأدب وفي الثقافة وفي الرواية وفي عالم المعرفة بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.